كما في تلك الطرفة القديمة رجل كان صعلوكا مفلوكا، وكان عائشا في حارة شق الثعبان، وهي حارة ضيقة ينحشر المرء إذا صار فيها سيرا طبيعيا، ربما كان لابد أن يسير لينفذ بجنبه، فأراد أن يتحصل على الماء فصار إلى الدجل، فطارت شهرته، وسمعت به امرأة من الطبقة الأرستقراطية، فجاءت يوما بسيارة فارهة وطلبت منه أن يصنع لها حجابا إذ كانت لا تنجب، فأتى بورقة وكتب شيئا وجعله في خرقة ثم خاطها وقال لها اجعلي هذا تحت وسادة زوجك وستنجبي. أعطته ما تيسر وراحت، ثم بعد حين جاءت بسيارة أفرة يسوقها ويقودها سائق وهي بالخلف، وبالخلف كبش ضخم له قرنان قد التويا، والحارة ضيقة يا صاحبي، فأوقفت السيارة بمبعدة ونزلت الست، ونزل السائق يجر كبشه ويسأل عن بيت فلان، تجمع الصبيان والنساء وصار فرحا، فدخلت فأعطته الكبش وأعطته المال، فقال كيف الحال؟ كانت قد غابت شهورا، قالت ما أنفع حجابك سيدي، وأخبرته أنها قد أنجبت ذكرا، وقرت العين به، وكان زوجها مهددا لها بأن يتزوج غيرها أو عليها، ثم راحت وتقاطر بل تدافع سيلا على بيت الرجل أهل الحارة، ويحك يا فلان، منذ متى وأنت تعرف هؤلاء القوم الذين يستعملون الصابون في كل يوم؟ هؤلاء قوم نظيفون، فمن أين عرفت هؤلاء؟ فقال لا شيء، هذه المرأة كانت قد جاءت من عدة شهور وطلبت أن أصنع لها حجابا فصنعته فأنجبت، فجاءت من أجل أن تعطيني شيئا. قال وماذا كتبت في حجابها؟ قال لا شيء، أنا كتبت في الحجاب تخلفي ما تخلفي الله لا يجعلك تخلفي. لا أكثر؟ قال لا أكثر. قالوا هذا حجاب سره باتع، أترى هذا مع هذا الاعتقاد من الشرك الأصغر؟ لا، بل هو تأله لغير الله وتوكل على غيره والتجاء إلى سواه وركون إلى أفعال المخلوقين وسلب لهم من دينهم. فهل قدر الشيطان على مثل هذه الحيل إلا بوساطة أخيه من شياطين الإنس؟ قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون.